معنا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد، هل انتهت تماما عملية الاقتراع وأغلقت كل المراكز أبوابها أم أن العملية مستمرة وبما تتميز؟ نعم آمال، لا زالت هنا في هذه المدن غرب تركيا ووسط الأناضول عملية الاقتراع متواصلة حتى قرابة ساعة تقريبا من الآن، وهنا يجري الحديث عن إمكانية تمديد اللجنة العليا للانتخابات التصويت ساعة أيضا إضافية، كون أن الإقبال لا يزال في أوجه هنا حتى هذه الساعات في الداخل. داخل هذا المركز يوجد الناس من يصفون على في طوابير للدخول على صناديق الاقتراع. بالنسبة لمعظم الزعماء السياسيين وزعماء الأحزاب شاركت اليوم في العملية الانتخابية، لم بالنسبة للإجراءات الأمنية لا تزال متشددة، لم يلحظ أي خروقات في عموما في إسطنبول وفي عموم تركيا أيضا. بالنسبة لنسبة المشاركة تحضر إلى الآن اللجنة العليا للانتخابات الإفصاح أو الحديث عن نسبة المشاركة أو عن عدد الأصوات أو لمن يتم التصويت لأي حزب كان، يتم هذا الحظر حتى قرابة ساعتين من الآن تقريبا. بالنسبة لنسبة المشاركة التي كانت في الانتخابات الماضية كانت مرتفعة بحدود 84%، أما نسبة المشاركة في هذه انتخابات اليوم يراها بعض الصحفيين أنها كانت مرتفعة جدا بالنسبة لنظيرتها في الانتخابات الماضية. أحمد، التوقعات إلى ماذا تذهب حسب متابعتك للأوساط الإعلامية والسياسية التي تتابع هذه العملية الانتخابية؟ بشكل عام أن التوقعات أن سيناريو حزيران الماضي أو الانتخابات الماضية سيتكرر في هذه الانتخابات، لن يتمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بأغلبية الأصوات، وأن النسبة تعود إنما تزيد قرابة حوالي 1% أو أقل من 1%، فبالتالي لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده. الآن الحديث يكون كيف مع من سيكون الحكومة الائتلافية، من سيتحالف مع من، الأحزاب المعارضة إلى الآن لم تتفق مع بعضها، حسب تصريحات آخر التصريحات من الأحزاب المعارضة لا تزال هناك بعض الفروقات والاختلافات الكثيرة بين أحزاب المعارضة بالنسبة إذا ما قيست إلى الفروقات المتواجدة بين حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى. فبالتالي إلى الآن لا يوجد تكهن حول هذه النتائج إلى صالح من ستكون. شكرا جزيلا أحمد غنام على هذه الصورة التي نقلتها لنا من إسطنبول.